إخواني أخواتي، تنشوفوا الأغلبية كانوا مع أصحاب الكهف، كانوا يغطون في نوم عميق لأزيد من سنتين منذ انطلاق الحوار القطاعي 18 يناير، مرورا بتوقيع اتفاق ديال الحوار الاجتماعي القطاعي 14 يناير 2023. الجميع كان راضي باللي قسم الله، كان راضي بسرية الجلسات وعدم التواصل مع النقابات، النقابات لم تكن تتواصل وكل شيء كان ضارب الطم، حتى وقع الفاس في الراس اللي كنا تنبهوا ليه شحال هادي. وميلي ميلي يا ميلي ميلي كمل كل شيء، وتمت المصادقة على النظام الأساسي بالتوافقات الثنائية بين المركزيات النقابية اللي تتمثل شغيلة أحب من أحب أو كره من كره. فما يمكنش أن النقابات توافق وهي كانت مواكبة على ذاك الشيء اللي اتفقت فيه على مع بن موسى، وتخرج لي شغيلة تحتج على من تحتجين، فالنقابات تمثلك. إذن الشيء اللي باقي وهو واش فعلا بن موسى لم يفي بالتزاماته. إذن في هذه الحالة لكان بن موسى ما التزمش بشي أشياء تافقوا عليها بينه وبين النقابات، فهو ملزم باش ينفذها، وهي المقترحات اللي أشارت لها النقابات بمقترحات أو مقتضيات يجب إدخالها ومقتضيات يجب تحيينها. إذا ما صح هذا فبن موسى ملزم بإدخال المقتضيات المتفق عليها وبتحيين المقتضيات المتفق عليها. في مقدمتهم ضحايا الزنزانة التاسعة، ضحايا المادة 112 الذين تم توظيفهم بالسلم الثامن أو السابع وغير المستفيدين من مقتضيات المرسوم جوج 19504 اللي غادي نرجعوا نديروا فيه ديتاي، لأن هذوك ضحايا النظامين اللي فالسيفيي اللي بغاو يديروا لهم التحيين. فليعلم بن موسى أنه خاصو يرجع للأرشيف ديال سابقه أمزازي، وإلا غادي نسفحوا كل شيء تسفيحا ونوضحوا الواضحات ونسفحوا التسفيحات. إذن حتى في هذه المرحلة اللي هي مرحلة ما بعد المصادقة على النظام الأساسي، ففقط داكشي اللي اتفقوا عليه من آليات من مقتضيات التي سيتم إدخالها والمقتضيات أيضا التي سيتم تحيينها، باقي ما كنت نقول البارح 12 20 قرار ومقتضيات قانونية وتطبيقية وملحقات تطبيقية ومقتضيات انتقالية اللي عارفينها الوحدة تلو الآخر تلو الأخرى، وثلاثة المراسيم التي ستنزل وتفعل إلى جانب ماذا 20 قرار لزارتي لغيبين كيفية تنزيل ديال النظام الأساسي. إذا تنشوفوا أن التشرذم، كل واحد تيصوت على كبالته والفئاوية، وحتى في هاد الخارجات أو الإضرابات أو الوقفات تنشوفوا فئة عندها نفس المطلب عندها نفس القضية، ورغم ذلك تنظم وقفات واحتجاجات بتواريخ
مختلفة، لأن الأنانية المفرطة هي التي ضيعت الحقوق. قلنا لكم عامين هذه خرجوا دافعوا على الحق ديالكم، كل شيء خلد إلى النوم، كل واحد تيعتمد على الآخر باش يعني ينوب عليه في النضال، فلأن النضال ليس بالوكالة وليس بالتليكوموند وليس بالإملاءات. إذن خلال هذا المساء غنكونوا مريحين وندير لكم واحد المباشر يكون تفصيلي، وغادي نبينوا الواضحات ونسفحوا التسفيحات، ولكن لن نكشف عن الأشياء التي يبحث لها عليها بعض المتلصصين، واللي ما حشمش سأعري الهردوسية ديالو تعرية ونسبحو تسفيحا، ما عندناش شي مشكل. إذا نشوفكم هذا المساء ودورو 120.